رجعنا لكم مشاهدينا، ومن علوم الجو إلى علوم اليوم العالمي للشباب اللي احتفل به العالم في 12 من أغسطس الجاري. شو المطلوب اليوم من المجتمع والأهل والمؤسسات التربوية والأكاديمية والتوعوية من أجل تحفيز شبابنا على التحلي بروح المبادرة والعمل على اكتساب أفضل المهارات اللي تساهم في تطورهم وتطور المجتمع؟ موضوع يهم عائلاتنا وكل فرد منا أن نعالجه. بنتكلم فيه بتفاصيله مع الدكتورة هيا المعضادي، استشارية في التنمية البشرية. ويا هلا ومرحبا بك. يا هلا ويا مرحبا، الله يسعد صباحكم. يا الله يا رب. يا هلا وصباح الخير. ودكتورة ناس ما قالت حصلنا الأسبوع اللي فات العالم احتفل في اليوم العالمي للشباب. شو تشوفين الرؤى الخاصة في الشباب القطري اللي يبغون يقدمونها؟ نعم طبعا احنا اللي نعرفه ان من الاسبوع اللي فات هم بدات الاحتفالات، ان شاء الله باذن الله بيكون في لحد سبتمبر، بس مستمر العالم كله. والسنه شعار جدا جميل اللي طلعوا به اللي هو عن الصحه النفسيه والعقليه، وجدا مهم. ما هي رؤى شبابنا؟ انا اعتقد ان الشباب القطري بالذات راح ينطلق من تحت رؤيه قطر 2030. ولو جينا ركزنا على ركيزة التنمية البشرية، ركيزة التنمية البشرية جدا مهمة في أني أنا ما هو نوع المنتج أو ما هو الشخص اللي أنا أطمح له كهدف عندي أن أوصل له. أنا من هو القطري اللي بعد 2030 أنا أبغيه من هو يطلع؟ طبعا أنا أبغي يكون قيادي ملم بكل شيء، أبغي يعين هذه القيادة على أنها تقوم بدورها بأفضل وجه. السنة اللي عجبني فيه الشعار بالذات اللي هو كيف نحافظ على هذه الصحة النفسية والعقلية، يعني لا للمخدرات لا للتدخين تحت هالاسم. الشيء الثاني اللي هو الصحة النفسية اللي الشخص يعني من وين يقدر يستخلصها. الصحة النفسية لو جينا فكرنا في الافتتاحية السؤال الأولاني اللي قلتوه عن دور الأهل المؤسسات وكذا، ونحن عارفين أن جميع الحياة كلها حولنا كلها مؤسسات، كانت الأسرة أو المسجد أو المدرسة أو مؤسسات الدولة عامة اللي ما أخذت لها اسم مؤسسة. نبتدي من الأسرة اللي هي أول مؤسسة، اللي هي شلون تحقق هذا الشعار، شلون نحقق أيضا رؤية قطر في مجال ركيزة التنمية البشرية. وأيضا بناء على ركيزة التنمية البشرية راح تتحقق جميع الركائز الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لو أنا حققت هذه الركيزة. على هذه أن احنا بنبتدي الدكتورة من الطفولة. نعم من الطفولة، أبتدي أنا من البيت، شلون أنا أسس هذا الطفل، عشان لا يمكن أبتدي من أول مؤسسة لو أنا أسستها بالطريقة الصحيحة راح أحقق هالشيء. لاحظي بعض الأهل سبحان الله أول ما يربون عيالهم من يوم إنه صغير، صحيح خاصة عندنا اللي هو الله سبحانه وتعالى معطيها الطفل ساعات الهبة القيادة. نعم. وتبين لما تلقين الصغير من يوم انه صغير وهو اللي يقود الجهال، هو اللي امر الناس، هم اللي يخافون منه. اي هو مش مسيطر بقدر انه هو يقود، هو قائد بالفطره. نعم. شوفي لو ما لقى اسره تنمي هذا الجانب يعني وحست فيه انه قائد، بس نمتها بالطريقه الصحيحه، مش ماخذ الجانب السلبي، راح يكون جانب سيء. لكن لو انا اخذته بصوره ايجابيه قلت لا هو عنده سمات القائد. نعم. اقوم انا اهله بهالطريقه. إذا الأهل ما تبوا، لم يكن الأهل واعين لهذا الشيء، لا يمكن أن يكون نحقق هذا الهدف الأخير اللي احنا نبغيه. الطفل أول ما يبتدي، لاحظي أنت تحطين وأنا راح أرجع على شعار الصحة النفسية، الطفل أول ما يشوفني أنا أمه أتصدق راح يتصدق. الطفل لما يشوفني أنا أو أبوه نشارك في أي أعمال تطوعية أخرى راح يقوم فيها ويانا. دكتورة بس لو أرجع حق نقطة واحدة، أنا يعني يمكن بس شي قلتها أنه يسيطر هني، صحيح شلون ممكن أنه ما يسيطر أو أنه ممكن أنه يكون قائد أو أنه مثلا. نعم. هو اللي أخذ الجانب الإيجابي قصدك. أي. نعم. أنه شلون. نعم. يكون الفرق حتى أنه يعني بالنسبة مثلا حق إخواننا الصغار. نعم. أنه ما يكون مسيطر عليهم كثر ما هو يعرفهم وش يبون. نعم. هذه من خلال اللعب. في اللعبة تقدرين يعني تخلينا يعمل هذا التوافق، يعني ما ياخذها بطريقه انها هي تاخذها الجانب السيء، لا تاخذ الجانب الطبيعي، الجانب الايجابي. في ان احنا من خلال الالعاب هو راح يقود، لكن راح يقود بالطريقه الصحيحه، يكون مثلا في لعبه معينه هو يقودها وانت تشرفين عليها تشوفينها، عشان تنزلين مستوى هذا الجانب السيء الى تخلينا مستوى جانب ايجابي. اي ما شاء الله عليك، عافية عليك. ولو تقعدين بينك وبينه تقولي له ما شاء الله عليك، أنا أشوفك أنك أنت قدرت تسوي كذا، أنت قدرت تحل المشكلة الفلانية، شوفي أنت عززتي عنده هذا الجانب. فحس ان اللي عمله شيء حلو، مش سيطرة، لا قيادة وبطريقة حلوة. دكتورة كلامك مكمل لمقال اليوم. مقال اليوم كان للكاتبة أمينة العمادي عن أطفالنا والتفاصيل الصغيرة. فمن ضمن الأمور اللي ذكرتها أمور إحنا ممكن نتجاهلها في حياتنا، ما ننتبه لها وهي إيجابية. كلمة ما شاء الله عليك، عافية عليك، أو كلمة شكرا، من فضلك. نعم. هذه بعد يعني الرسائل الإيجابية نعم اللي هي شخصية القائد اللي تخلي الطفل ينتبه ما شاء الله عليك وشفتك وهي فيها. وهذا الشيء اللي بركز عليه أنا في موضوع الصحة النفسية وفي موضوع رؤية الشباب ورؤية قطر. احنا في عنصرين جدا مهمين دائما في التنميه البشريه نركز عليها. اول شيء توكيد ذات عند الشخص، لازم احقق اهدافه واعمل له توكيد ذات وتعزيز الثقه بالنفس. الشيء الثاني احقق اهداف المؤسسه، نعم. ان قلنا الدوله او اي مؤسسه من المؤسسات، اي اسره عندها اهداف، صح. يعني مثلا اذا كان الطفل له اهداف معينه، الاسره عندها اهداف انه هو يصير كذا ويصير كذا، عندها احلام، صح. بس ما انسى واتغافل عن احلام الطفل، صح. وهذا جدا مهم، وهذا الشيء ينتقل من الاسره الى المدرسه، سبحان الله، إلى العمل. نفس الشيء، إن ما عززت الثقة بالنفس عنده ولا تلقي شخصيته، صحيح. وأيضا حافظت على أحلامك وأفكارك اللي تبغيها وطموحاتك اللي تبغيها حق الطفل، راح تحقق. لازم في التنمية البشرية في خطين، صحيح دكتورة. معناتها أن مرحلة الطفولة هي اللي خلينا نقول تكون لنا هذا الشاب. على هالموضوع دكتورة وحصة بنشوف معاكم مشاهدينا مرحلة الشباب أنها تبدأ منذ إجادة الأهل والمجتمع، التعامل مع مرحلتي الطفولة والمراهقة اللي يمر فيها الإنسان، واللي ننصح الخبراء بأنها تحتوي على أنشطة فنية ورياضية وعلمية. الحين تعرف على بعض هذه الأنشطة مع الزميلة حنان البلان اللي متواجدة في النادي العلمي. صباحك الله بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبح عليكم بالخير مشاهدين ومستمعين قناة الريان. أنا معكم متواجدة من النادي العلمي للفتاة. طبعا مثل ما عارفين هي أنشطة صيفية، وهالنادي فيه منه يعني 4 وحدات، نقول يعني في علوم مرحة، مهارات يدوية، كمبيوتر، مهارات زراعية. والحين أنا موجودة في وحدة العلوم. مثل ما شايفين هني إحنا عندنا المختبر، هني المختبر وهني العلوم، هني يعني عن صحة الإنسان والحيوانات بعد. مثل ما شايفين هني البنات قاعدين يشتغلون هني المارشميلو بالأعواد السباجيتي، طبعا أشياء بسيطة جدا ممكن يعني يشتغلون فيها. يعني يوم الأم تكون في المطبخ مع بنتها ممكن هي تسوي أي شيء بهالأشياء البسيطة. ومعنا هني بنوتة صغيرة، فاطمة. صباح الخير. صباح النور. شو أخبارك؟ الحمد لله. شو مسوية؟ أوكي، مسوية مارشميلو مع سباجيتي مثل ما تشوفون مشاهدينا. طبعا فكرة جدا سهلة. و هني مثل ما نشوف العلوم هني عن صحة الإنسان، ومثل هني الحيوانات وغيره. وبعد خلنا نمشي هني المجسمات مسوينها اوريدي يعني هم من قبل. في عندكم على شكل النجمة ومجسمات عن الكوكب، الشمس، القمر، و معلومات هني عن إعادة تدوير النفايات، هني أمثلة نفايات البيئة، يعني معلومات الواحد يستفيد منها. هني مثل ما قلت لكم المختبر العلوم، مختبر العلوم. طبعا أي شيء عن المختبر، بالون، الهواء. نطلع من غرفة العلوم رايحين على غرفة الزراعة. أنا واحدة أحب الورد وأحب الأشياء الزراعية. طبعا هي عبارة عن يعني بشكل عام إعادة تدوير، مثل ما نقول ريسايكل. نبلش ندخل. بسم الله. السلام عليكم. شلونك زهرة؟ الحمد لله. شو مسوية؟ زينين، قاعدين نسوي مشروع. أي مشروع؟ هاي. بتسوين مثله ولا؟ مثله بس بطريقة غير. بنبدل هاي، بنسوي اشياء ثانيه، نسوي اعاده تدوير، انزين بنسوي بطريقه افضل. احنا بس خدنا الفكره ونطورها، يعني مو بمثل المجسم لكن يعني نقول على شكل اصغر. اي على شكل اصغر بيكون احلى. بعدين بتستخدمين اعاده تدوير وشي بيكون احلى، صح. مثل ما قلت مشاهدينا هو عباره عن اعاده تدوير. انا مثل ما شفت هني انتم مسوين اوريدي مجسم نقول مجسم زراعي. ايوه نروح نشوفه، يلا الحين راح نشوف المجسم اللي هم مسويينه اوريدي جاهز من قبل. انتم مسويينه صح زهره؟ اي من قبل الاسبوع اللي طاف. الاسبوع اللي طاف مثل ما نشوف. هاي هو هني عباره عن بيئه، هني استخدموا الجرايد والالوان، طبعا شيء بسيط جدا، سحليه الشيره. وهني قلتي لي هني شنو؟ السولار سيستم، المجموعه الشمسيه. المجموعه الشمسيه طبعا مثل ما نشوف. هاي كوكب الارض. وهني انا ما اعرف الكواكب بصراحه، زحل ما ادري. هاي الذهبي ميركوري، بعدين هاي فانس، هاي والارض ومارث، هاي وجوبيتر انه هاي وساترن انه هاي. اوكي وبس هذلين هما. وهاي القمر انه على حسب يعني. اوكي الناس عبالهم ان القمر يكون اصفر، لا ابيض. ابيض. يعطيك العافيه زهره. مشاهدينا طبعا عندنا بعد وحده الكمبيوتر ووحده الاشغال اليدويه، مثل ما تشوفون اتمنى ان يعرضونها لكم على الشاشه. وحده الكمبيوتر يعلمون فيها البنات عن الفوتوشوب، السوفت وير، او اشياء عامه عن الكمبيوتر. والاشغال اليدويه بعد عندنا مثل ما قلنا في البدايه اعاده تدوير، ريسايكل، اشياء بسيطه، الكفاش او الصحون او اي شيء يقدرون انهم يعني يسوون مثلها على شكل وردة، على شكل ليت، على شكل أرض، على أي شيء يبونه. نسيت أذكركم مشاهدينا بعد راح يكون التسجيل مفتوح لمدة يومين ولمدة أسبوعين، راح تكون فترة الموسم وعقب تنتهي، والأعمار من 8 سنين لين 16 سنة. طبعا هاي لكل اللي كان عندي، أتمنى أنكم استفدتوا، وأتمنى كل أم تيجي تشارك بنتها هني، لأنه يعني بصراحة شيء روعة. هاي اللي كان عندي من مركز فتيات النادي العلمي، ونرجع لكم الاستديو. شكرا حنان، وشكرا اكيد للبنات اللي عندك. ودكتوره ايش قد مهم يعني سواء النادي العلمي او المراكز الشبابيه، وعندنا وايد اشياء او انشطه ممكن ان احنا نشارك فيها في الصيف. ايش قد مهم ان الاهل يعني يخلون عيالهم يشتركون. مثل ما قلنا من البدايه، ما هو دور الاهل او كاول مؤسسه هي المهمه، الان دور المؤسسات الاخرى. شلون اقدر انا كأم، تعرفون خلصت المدارس والسنه الحمد لله، جانا رمضان والاجازه، فاعتقد ان ارتحنا بما فيه الكفايه. صح. بعد العيد تبدا النشاط، اول هدف منه ايش؟ راح تبدا الدراسه في شهر 9. طيب لو انا جيت وخليت نظام العيال مثل كان في رمضان، نوم ومتاخر فما راح احقق الهدف اللي انا ابغيه كأم او كأب او كأسره. لا، ابتدي من بعد العيد هو فتره النشاط، سواء كان المسافر او اللي موجود. يعني حتى انا دائما اقترح ان المسافر لازم يخلي طفله يخطط معاه، لازم هناك في انشطه ايضا، مش بس نوم واكل وراحه، لا، لانه بيجي بيدخل على المراحل، يعني بيرجع للدراسه او حتى العمل، حتى الاسره الام والاب بيرجعون تعبانين لانه ما قدروا ينشطون جسمهم ونحقق هدف اللي قلنا عنه عن الشباب. فنرجع حق العيال. الان اي ام من الامهات تقدر تعمل لها جدول، والله العظيم السنه حافل الجدول بطريقه غير طبيعيه. صح. الهيئه العامه للسياحه وشايفين لي في ارض المعارض، يعني فعلا برامج روعه، وغير المناطق المختلفه يعني هذه بس بروحها، غير مثلا ما شاء الله، يعني ما شاء الله السنه اكثر برامج عندنا. حتى سوق واقف نقول معليش ان نقول حر، معليش، بس في عندنا المساء، ممكن في عندنا مثلا سباير، من الخور للوكره. نعم يعني ما شاء الله السنه في تنوع وفي اثراء في الانشطه. يعني انا اعرف بعض العوائل ما شاء الله عملت جداول حق عيالها، السباحه داخل، ما راح يكون حر، في مكانات مغلقه كلها عندنا، حتى سبير موجود. صحيح. يعني معروف للبنات وللشباب في ايام مخصصه. صحيح. في عندنا حق رياضه الفروسيه، في عندنا حق غير السباحه والفروسيه، وعندنا الرمايه، جميع هالرياضات في كلها، وكلها في صالات مغلقه. نعم. يعني لو قلنا مثلا ان الجو حار، فتخيلي الحين بيقومون الصبح، الجدول الصبح في برنامج، الظهر مثلا بيرجعون بيتغدون في مكان، بيرجعون الليل بينامون، نفس النظام. ولا انا عرفته من بعض الاسر الان الشيء الحلو انه في انجليزي وفي كمبيوتر، يعني في تقويه. فتخيلي انا بهالنشاط راح اقبل على المدارس بطريقه حلوه، وانا نشيط وانا قادر احقق. هذه هي الرياضه النفسيه. انت تخيلي اكثر الناس اللي قاعدين ينامون الصبح الان عندهم حاله اكتئاب. حالات اكتئاب، لان حتى الدوره الدمويه لا تتحرك في الجسم. اذا كنت طلعت انا من رمضان شهر الخير وانا ما حققت الهدف وبرجع مره ثانيه بعد العيد وبقول بنام وباكل متاخر وباكل بالليل، شوف النظام شلون تغير. النظام تغير، الصباح نوم ما يقومون ساعة العصر والمغرب، وصار ليلهم نهار ونهارهم ليل. والله فعليا ويؤدي الى اكتئاب. فعليا دكتورة اسال مجرب، جاتني فترة يعني من عقب رمضان نومي كذي كان عكس، لا نفسيتي نعم. لا ياثر بطريقة فظيعة، لان جميع الاعضاء في الجسم لا تعمل بالطريقة الصحيحة ومش في مواعيدها، لذلك يصيبك حالة اكتئاب. صحيح. اي غدد من الجسم ما تتحرك في مواعيدها المحددة، انت نايمة فبتقومين بعدين متاخر، فهي راح الوقت عليها. يعني اكثر الاعضاء في خاصه الغدد لن تفرز المواد اللي فيها وتعطيك هذه الدافعيه. لا ننسى ايضا الدوره الدمويه ما راح تتحرك، شلون بتتحرك وانت نايمه وجيتي بالليل؟ وقت الليل معروف انه سباتا نعم للنوم، فانت غيرتي نظام جسمك، لذلك صابتك هذه الخلل. طيب. وأصابت هذا الاكتئاب، وهذه هي الصحة النفسية التي ما زالوا يبحثون عنها، ويعني أصبحت شعار في اليوم العالمي للشباب. إذن على طار الصحة النفسية دكتورة، يعني واضح هني أن رسالة الأمم المتحدة في اليوم العالمي للشباب ركزت على الصحة النفسية والعقلية عند فئة الشباب. إيش كثر مهم يعني بالفعل أن يعني نعي هذا الهدف من وراء هذه الرسالة. نعم نعم، يعني شوفي الشعار يحمل معاني كثيرة. خلني أقول لك على موضوع جدا مهم في الصحة النفسية. في الصحة النفسية لو جيت أنا علمت عيالي على موضوع العطاء، العطاء يخلي الإنسان عنده صحة نفسية ولا لا؟ أكيد. لو جيت أنا خلال فترة الصيف والتحقت بأي منظمة أو جمعية من الجمعيات وأعمال خيرية، أعمال تطوعية، إيش بيصير فيني؟ بيكون عندي صحة نفسية، لأن أنا هني قاعدة أعرف قيمة العطاء، قاعدة أعرف قيمة أنك تساعد. مثل عندنا موضوع غزة، اللي موضوع غزة والمواضيع الثانية، عندنا مواضيع كثيرة نعم. أقدر أشارك فيها. هذه الأم الذكية والأب الذكي، الأسرة الذكية، الوالدين اللي يقدرون وين يشوفون عيالهم وين ويخلونهم يقدرون يشاركون. تخيلي أنت إنك تعطين الناس، أنت تسعدين الآخرين، إسعاد الناس بحد ذاته قيمة جميلة تؤدي إلى الصحة النفسية. إيش معنى الصحة النفسية؟ التوافق مع النفس. التوافق مع النفس يؤدي إلى التوافق مع البيت، مع الأسرة، التوافق مع اللي جنبك، مع العالم كله، هذا هو توافق. فهي معناها الصحة النفسية. كيف يكون عندي توافق وأنا أنام؟ مثل ما قلتي عندي حالة اكتئاب لن أنام. إن كنت أنا من الناس مثلا مدمنين المخدرات أو المدخنين أو غيرهم اكتئاب هل نقصده؟ فأنت ما راح تبلغ إلى هذا الهدف، الصحة النفسية. صحيح. لذلك اللي ما يعرف الشعار إيش معناه، لا للمخدرات لا للتدخين، وأيضا القيم الجميلة اللي تؤدي إلى التوافق النفسي مع الإنسان التي تؤدي إلى الصحة النفسية. جدا مهم. أنا جدا فعلا مبسوطة جدا على هالشعار السنة، لكن محتاجين أن احنا نشرحه أكثر لأنه فعلا جميل جدا. طيب دكتورة، في بعض الأهل يقولون لا حرام، مثلا عيالي طول السنة تعبانين ودراسة وذي، فلا ما أبي أخليهم يشاركون في شيء وألزمهم بوقت معين على أساس أنه ناموا ولا يعني يرتاحون. بس على فكرة هذا الشيء التغذية الراجعة اللي بتصير أو الفيدباك اللي بيصير أو النتائج اللي بحصلها أنا آخر السنة. نعم. صدقيني اللي نام ما راح تلقى نفس النتائج اللي شارك في أنشطة أو حتى سافر وراح معسكرات وغيرها. يعني أنا حتى والله راح نصيحة، الخبرات التراكمية نصيحة والله العظيم للأهل، يعني حتى المسافر أرجو لا تقتصر فقط على النوم والتسوق. صدقوني سووا حق عيالكم في معسكرات، خلوا عيالكم يمارسون، حتى عملوا لكم برنامج في السفر وين تروحون في مكانات. يعني في شفتي اللي عملوا لنا اياه الان في ارض المعارض نعم. في التسلق وغيرها، هاي موجود برا. احنا لما نروح برا نشوف مخيمات للشباب خاصة في مناطق اللي هي تكون الريفية أو المناطق البعيدة، فيها معسكرات خاصة هم الأجانب بنفسهم يعملونها حق عيالهم، يطلعون خارج المدينة ويعملونها في الأماكن الباردة. احنا لو كنا بنسافر نودي عيالنا ما عندنا مشكلة. صح. احنا الأسر بس ندخل عيالنا يا مدارس حق اللغة الإنجليزية، اللغة خلي اللغة الإنجليزية، جميع اللغات. وأنا دعوة من عندي لازم نعلم عيالنا جميع اللغات. علموا عيالكم اللغات. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا وشي عندنا في الدين الإسلامي أن الرماية والفروسية والسباحة هذه من أهم الأشياء النبي عليه الصلاة والسلام وصى عليها. فليش احنا ما نعلم عيالنا هالأشياء؟ ليش؟ احنا بالعكس قاعدين نحقق هالأهداف، نبي عيالنا يصيرون متوافقين، نبي عيالنا يصيرون نشيطين، أصحاء، أقوياء، وهذه أهم شيء عندنا. صحيح. بالنسبة للغات اليوم سلطنا بعد وغردنا بعنوان رحلة للشباب عن طريق مركز الدوحة للشباب، اللي هي رحلة 10 اللغه العشره او رحله لغه نعم. اي بعد هذه يعني من الانشطه خارج البلاد، لكن بعد قاعده تعزز عندها وهذه تنمي المهارات. نعم. نعم وهذه اللي قلتي عنها حصه وخلود. لما انا اقول انا انمي المهارات ايش معناها؟ القياده هي موجوده لكن انا دوري في ان انا انميها. صحيح. طيب النشاط، الرياضه، طيب انا شلون بطلع عيال عندنا رياضيين؟ من خلال اللعب. صح. من خلال لعب كرة القدم أو غيرها من الألعاب، أنا بس أدخله في التخصص اللي يبغي، لاحظت عليه أدخله مثلا في فروسية، أدخله كرة قدم، أدخله تنس، أدخله في وين ألقاه هو يحب، وهذه أحقق فيها هدفين، اللي أنا أبغيه واللي يبغيه ولدي أيضا. صحيح. بهذه الطريقة. دائما بعد الأنشطة اللي يكونوا مشاركين فيها الأهل، هاي بعد فرصة أن الأهل يكونون مع أبنائهم. شكرا خلود على موضوع الحوار ثم الحوار ثم الحوار. صح. شكرا. ليش في إجازة؟ أشكرك والله العظيم. الحوار ثم الحوار، كل الإجازات سواء كان سفر أو هني اللي احنا نشارك فيها عيالنا نأكد على الحوار. وانت رايح مع عيالك توديهم أي نشاط من الأنشطة راح تسولف معاهم في السيارة. صح. راح تسولف معاهم مثلا لو قلنا في أرض المعارض معرض أو في أي مكان راح تسولف معاهم. هني نبتدي نتعرف على بعض. ما هي المشاكل اللي يعانون منها عيالنا؟ ما احنا طول هالسنة مشغولين عنهم وهم مشغولين عنا، واحنا قاعدين نقول لهم انجح، تفوق تفوق. طيب هو يمكن واجه بعض المشاكل خلال الدراسة، ما كان عندي وقت أنا أسمعه أنا وأمه. نعم. خلينا نسمعه، خلينا نشوف إيش مشاكله، بيعلمني عن أصدقائه، عن مشاكله، ونبعد أيضا عيالنا وإحنا عن التكنولوجيا. صحيح دكتورة، يعني الموضوع شيق، يعني حتى يقولوا لي إن خذينا وقت زيادة معاك، بس أكيد الموضوع الله يستاهل. والشكر موصول لك دكتورة هيا المعضادي، استشارية في التنمية البشرية. ونتابع طبعا فقرات الصباح رباح. مشاهدينا بعد الفاصل بنكون ايضا في مركز واقف للفنون اللي ينظم الملتقى الفني للفنانين التشكيليين القطريين والمقيمين، انتظرونا. يعطيكم العافية.